بخير. كيف كنقول لكم ديما الله يكبر بكم، الله يحفظكم، الله يخلينا مجموعين ديما في الخير. واحد المساج بغيت نقول لكم، عرفتي راه داك الشيء ديال الطلبات راه تخلعت. تخيلوا ناس نعطيهم فين يديهم ويعطيهم الناس اللي غادي يستافدوا، لحقاش راه وصلت القضيه لدرجه ان بحال ديك المراه اللي حطيتها في الجروب البارح في الليل، تخيلوا كتجلس 3 ايام بلا كوش، ما عندها شكون غادي يشري لها وكوش، بورتون كدير 100 دورو يعني 5 دراهم ماشي ساهل. نديروا يد في يد وكل واحد يشري لي كوش على قدره، واللي بغى يعطي لدوك الناس فلوس هما يشريو داكشي شغلو. المهم الله يعطيكم الستر، هذه راه حاله زعما هي ارتلاها، ما خصناش نسمحوا فيهم ضروري ومؤكد. الناس اللي عندها ماشي دير بحال نقولوا مثلا الناس في جرده خاصها لي كوش، الناس تويسيت خاصها لي كوش، وكاين شي ناس وكاين شي حالات في العروبيات، يعني العروبيه فريمون داكشي كيبكي يعني ما لاقيين شكون يوصل لهذوك الناس اللي في العروبيه. حنا المدينه وحنا سهل الحال، بانوا بعضياتنا شي كيبان مع الاخر، ولكن العروبيه هذوك شكون يشوف حالهم من غير الله سبحانه وتعالى وحمايا. دونك الله يعطيكم الستر، خصنا نكونوا يد في يد باش نقضيو الغرض. دليله مزروعي من المنطقه الشرقيه بالضبط مدينه وجده. كنت مشيت لواحد العرس ديال لا فامي ديالي في الناظور، يعني تقريبا قريب بعيد على وجده بجوج السوايع. من جيت راجعه تقلبت بالسياره، كانت واحد الحادثه فعلا مميتة مروعة، اللي على الاثر ديالها دخلت الانعاش، بقيت شي شهرين في الانعاش. ما كنتش عارفه راسي اش وقع ليا بالضبط، يعني تشللت فعلا، ولكن هذاك الشلل ما عرفتش الله سبحانه وتعالى كيفاش دخلوا لدماغي. ومن بعدها صبرت صبر جميل والحمد لله. مشيت في واحد الطريق اللي ندرت من كنت في الانعاش، ندرت انني الله سبحانه وتعالى يرد لي الحياه ديالي ويرد لي لديك الدنيا باش نبقى ندير الخير ونوقف في الخير. وفعلا كان هذاك الشيء هو هذاك، وراني ماشيه في هذيك الطريق الحمد لله. الله سبحانه وتعالى دارني في طريق الخير كيف قلت. فكرت جلست بدلي بزاف في الدار، جلست واحد المده كبيره في الدار، يعني كانت حالتي صعيبه بزاف 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 لدرجه ان الكرسي المتحرك ما كنتش نقدر نجلس فيه، يعني ما بقيتش نعرف اش واقع في الدنيا ولا والو. درت واحد المجموعه في الفيسبوك هي اللي الحمد لله الصدى ديالها وصل والصيت ديالها وصل للناس ديال المغرب. كيطلبوني ناس فقراء محتاجين معوزين الحالات الحاله ديالهم، والحمد لله اي حاجه كنحطها في ديك المجموعه اللي جمعني فيها الله سبحانه وتعالى بناس مزيانين ومحسنين، وكنديروا كان كنحط شي حاجه تما في طرف وجيز كنكتب فرجه الحمد لله، وكل شيء كيتفرج في ظرف وجيز. هاد الشيء خلى الناس كلها كتعرف الجروب ديال دنيات الخير واللي سميتو جي تيستي الاورينتال. يعني هاد 18 عام اللي دوزتها، يعني لقيت ان الله سبحانه وتعالى ابتلاني هاد البلاء العظيم باش يديرني في طريق الخير للناس اللي ما فحالهمش، للناس اللي محتاجين، للناس اللي عايشين واحد الحاله يرتلها. والحمد لله كل شيء كيمشي بالمشيئه ديال الله، وكل شيء كتقضى له حوايج، اللهم لك الحمد. بالنسبه للجروب انا اللي مختصه، كنحط الحالات اللي كيجيو عندي اللي الناس كيقصدوا عليها مثلا، يعني كيقولوا دليلة الله يخليك عاونينا، عندنا هادي عندنا هادي عندنا هادي. مثلا واحد خاصو عين اصطناعية، جا طلب مني باش ندير له عين اصطناعية. اون فوا واحد عنده دغا بروتيز، يعني ما عندوش رجله مقطوعه، شي 11 عام هو كيسوفري، جا تواصل معايا ودرنا له ديك الرجل الحمد لله، دابا ولا يخدم ولا يبوجي. حاجه اخرى عاود بالنسبه للناس اللي خصهم عمليات، مثلا الناس ديال السرطان، يعني واحد السيد